بس النقطة اللي اتكلموا فيها عن أجايب، صراحة أنا شايفة إن يعني أجايب فعلا امبارح كان أداؤه رائع جدا. طبعا هو يمكن عودته كمان مكسب كبير جدا للأهلي، وكان في فترة كده زي ما بيقولوا بيجهز، ولكن العودة كانت أكثر من رائعة. فتحية كبيرة جدا للاعب المتميز جونيور لا أجايب. ولعب بالروح المعتادة بتاعته، ولعب يعني كان في الفورمة، يعني في أيام كده ساعات تحس اللعيبة فايقين وأيام لأ. لا امبارح هو كان فايق بشكل ملحوظ، يعني امبارح كان وعايز بشكل اقول لك ضغط هو كبير. كان يعني بيلعب زي ما بيقولوا كده مدافع، بيلعب مهاجم، بيلعب بلاي ميكر، يعني هو كان بيلعب كل حاجه امبارح. طبعا برضو هنحلل في الفقره، ولكن ده اللي احنا شفناه. فبجد امبارح شابو لجونيور أجايب.